يا ترى إيه هي شريحة إيلون ماسك؟ طب هي بتتحط في المخ فعلا؟ العلماء بتقول إن ممكن يعملوا عليها هاكر. هو ممكن فعلا الناس دي تتحكم في العالم؟ وهل في يوم من الأيام هنتحاسب على النية أو التفكير بس حتى من غير ما نحول النية دي لفعل؟ بعد موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية إنهم يبدأوا تجربة شرائح المخ على البشر، الشرائح دي اللي صنعتها شركة نيورالينك اللي بيمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ورغم إن التجارب لسه في البداية، لكن التجربة دي عملت جدل كبير ومخاوف لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال بقى هنا، هل شريحة إيلون ماسك بداية التحكم في المخ البشري؟ بص يا معلم، شريحة إيلون ماسك اللي هتتحط في المخ هتكون فعلا بداية تحكم العالم في المخ البشري. العلماء بيأكدوا إن إيلون ماسك خايف من قدرة الذكاء الصناعي الكبيرة، وقرر يحاربه ويتحكم فيه بشرائح المخ بحيث يخلي المخ البشري أقوى في مواجهة التحديات في المستقبل، حاجة كده زي اللي حصل في فيلم الليمبي 8 جيجا. يعني بيحاول السيطرة على عقول البشر وتوجيههم. في باحث في قسم أبحاث الفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكية اسمه محمود إسماعيل، الراجل ده كان بيتكلم عن شريحة إيلون ماسك في المخ، فقال بعد ما شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء إنها تبدأ في تجربة شرائح المخ على البشر، وده طبعا بعد ما جربت الشرائح على عدد من القرود ونجحت، وعرضت الشركة إزاي قدرت تتحكم القرود في الكمبيوتر باستخدام المخ. طب لو عقلنا بقى جزء منه كمبيوتر، هل ممكن فعلا حد يهكر دماغنا؟ طب يا ترى الذكاء الصناعي ممكن يسيطر على العالم ويستعبد البشرية؟ بيتكلم نفس الباحث وبيقول الأفلام اللي بنشوفها بتتكلم على سيطرة الذكاء الصناعي على البشرية، وإن في يوم من الأيام هيستعبدنا. الموضوع ده مش حاجة خيالية ولا حاجة بعيدة أو مستحيلة، ده وارد الحدوث بنسبة 50%. بالنسبة بقى لأن الشريحة هتتركب في الرأس، فكل العلماء خايفين من تطور الذكاء الصناعي، عشان رغم إنه هيساعد البشرية في التقدم بشكل مش طبيعي وهيصفرنا للفضاء ويعالج كل الأمراض وأي حاجة تخطر في بالك بذكائه الغير محدود، لكن هو للأسف ما عندوش حدود ولا قيود أخلاقية، أو ما عندوش فرق بين خير وشر، هيمشي بالمنطق وبالنتيجة. يعني ممكن يشوف إننا متهورين مع الكوكب ونفسنا ويقرر يمحينا من الوجود، أو ممكن يشوفوا نفسهم متطورين عننا ويحطونا في جنينة حيوانات، يعملوا أي حاجة غير متوقعة عشان هو ده اللي شايفينه صح ومنطقي. في باحث فضاء بيقول بسبب التطور اللي بيحصل كلها كام سنة والخوف هيبتدي يوصل للناس فعلا، وخلت شخص زي إيلون ماسك يعبر عن خوفه الشديد من الذكاء الصناعي وياخد خطوات فعلية عشان يخلي الإنسان يواجه خطر مستقبلي حقيقي، وأسس شركة نيورولينك. طب إيه حجم شريحة إيلون ماسك؟ بيقول الباحث محمود إسماعيل إن زرع شريحة في المخ من خلال شركة نيورالينك حاجة كده زي فيلم الليمبي 8 جيجا، وهي إنك تزرع شريحة في شخص فيقدر يحمل كل مراجع وكتب المحاماة لعقله وبيتحول لمحامي ذكي وناجح جدا. هو فعلا هيبقى زي الفكرة دي لكن بشكل معقد وأصعب بكتير جدا، وبدأ إيلون ماسك إنه يحول الحلم ده لواقع عن طريق شريحة في الدماغ اللي هي اسمها نيورالينك، وقرر عن طريق زرع الشريحة في الدماغ إنه يطور الإنسان عشان يقدر يواجه خطر الذكاء الصناعي. طب في سؤال مهم أكيد هيجي ببالك دلوقتي، ليه في غموض حوالين شركة إيلون ماسك المتخصصة في علم الأعصاب؟ بيقول الباحث إن شركة نيورالينك في بدايتها في سنة 2016 كانت بتركز على إنتاج شريحة دماغية ليها نطاق ترددي عالي تقدر توصل بين أدمغة البشر والموبايلات وأجهزة الكمبيوتر. التقنية المعقدة اللي بتستخدمها الشركة دي بتعتمد على أنظمة خيوط رفيعة قوي، كل خيط منهم بيمثل قطب كهربائي بيتم زراعته في الدماغ. الشيء الصغير ده ليه أكتر من 3000 قطب كهربائي متوصلة بأسلاك مرنة أرفع من شعرة الإنسان، لكن يقدر إنه يراقب نشاط أكتر من 1000 خلية عصبية في الدماغ. الأسلاك دي متوصلة لاسلكياً بجهاز صغير بيبقى ورا الودان، شبه السماعات اللي بيستخدمها الإنسان اللي مش بيسمع كويس عشان يقوي السمع. دور الأسلاك دي إنها تلتقط الإشارات اللي جاية من المخ وتبعتها للجهاز الصغير ده، واللي هيبعته على طول للكمبيوتر ويحوله المجموعة من الأوامر يقدر الكمبيوتر إنه ينفذها. طب طريقة تركيب الشريحة دي بتبقى عاملة إزاي؟ هقولك، في خوف إن العملية دي تتطبق على البشر،
حاليا الروبوت هو اللي بيعمل العملية الجراحية، لأنها آلة معقدة ودقيقة جدا وبتتوصل جوه دماغ الإنسان، وبيستخدم فيها إبر وخيوط، حاجة كده شبه مكنة الخياطة بالظبط. بتحط الخيوط العصبية في مكانها المحدد، والروبوت فيه إبرة صغيرة جدا حوالي 40 مايكرومتر، تقدر إنها تستوعب الخيوط دي وتدخلها بدقة في القشرة الدماغية، وبتقدر تاخد بالها لو شافت أي أوعية دموية. طب السؤال، لو حصل خلل في الروبوت وهو بيعمل العملية، حاليا شركة إيلون ماسك شغالة إنها تكبر دور الروبوت في الجراحة عشان تأثر الزمن المطلوب، وعشان تكمل العملية دي بيقول إيلون ماسك إنه يتمنى إن العملية تكون بسيطة ومن غير تخدير، أو إن الشخص ما يقعدش في المستشفى أكتر من يوم. في موقع اسمه American Size بيقول إن الشريحة في الأول كانت بتطبق على علاج المرضى اللي عندهم اضطرابات وأمراض الدماغ والعمود الفقري والشلل أو مشكلات السمع والبصر، بس بعد كده الشريحة وصلت لمراحل أكبر ومتقدمة أكتر. طب السؤال، هل شريحة إيلون ماسك تتحكم في العقل البشري؟ بيقول إيلون ماسك إن الشريحة بتدي البشر قدرات معززة، زي إنها تقدر تنقل المقاطع الصوتية للمخ، ونيورلينك هدفها إنها تعمل واجهة دماغية كاملة قادرة على ربط الذكاء البيولوجي والاصطناعي على المدى الطويل. ده حتى شايف اللي هو إيلون ماسك إن البشر مش هيحتاجوا يفتحوا بقهم أو يتكلموا مع بعض، لأنهم هيقدروا يتواصلوا بالشريحة دي حاجة زي التخاطر كده، وهيكون عندهم قدرة كبيرة على حفظ الذكريات، وإنهم يستدعوا الذكريات دي وقت ما يحبوا، وممكن كمان بعد ما الشخص اللي حاطط الشريحة يموت يحملوها وينقلوها على كمبيوتر أو شريحة روبوت أو إنسان آلي آخر. وهنا بقى المشكلة، بيقول موقع American Science شركة نيورلينك جربت الفكرة على 3000 حيوان في المختبر، ونزلت كل نتائج البحث اللي وصلت ليها على شبكة الإنترنت، يعني خلت المعلومات دي متاحة لكل الناس. شركة نيورلينك فتحت باب التقدم لوظيفة مدير التجارب السرية الجديدة، والمفروض اللي هيمسك المنصب ده هيبقى مهندس تغيير العالم، وده من خلال انه يبني الفريق المسؤول عن إدارة التجارب، وطبعا هيستعين بأذكى الخبراء وأكثرهم موهبة من مختلف المجالات الطبية والهندسية. شركة إيلون ماسك خايفة من إنها هتحتاج محاكاة لمليون خلية عصبية، وده قبل ما تبني بنية تحتية عشان تربط بين الأدمغة والآلات، بس لو اشتغلت الشركة بالمعدل ده مش هتقدر تحقق هدفها إلا سنة 2100، وده وقت طويل جدا. الباحث محمود إسماعيل بيقول إن حاليا خايفين إن الشرايح دي تتعرض للهكر والقرصنة، وده طبعا هيهدد الحياة الإنسانية وخصوصيتها، لأنه كده ممكن يحول البشر لوسائل تدميرية في إيد اللي هيقوم بقرصنة عقولنا. وكمان في احتمال إن الشرايح الإلكترونية دي ممكن تبوظ في أي وقت، وكده ممكن صحتنا الجسدية تتأثر. والكلام اللي بنتكلم فيه ده مش مثلا خوف من الآثار الجانبية، لأ، دي مخاوف بتهدد كون الإنسان، لأن الإنسان أصلاً اتخلق قادر على الاختيار، وكمان بتاخد حقه في خصوصية حياته وبتتدخل في نوايا تفكيره وبتتحكم فيه. فهل ممكن في يوم من الأيام نتحاسب بس على نية تفكيرنا حتى قبل ما نحول النية دي لفعل حقيقي؟ يعني تفكر إنك تضرب حد تلاقي الشرطة جاية تقبض عليك قبل حتى ما تنفذ اللي أنت كنت ناوي إن أنت تعمله؟ إيلون ماسك أكيد فاهم وشايف المخاوف دي، لكن هو شايف إن اختياراتنا قدام تقدم الذكاء الاصطناعي محدودة جداً، وإن وجوده هيسيطر على حياتنا، وعشان نواجه الخطر ده لازم نلاقي طريقة نطور بيها ذكاء الإنسان، بدل تطوير ذكاء الكمبيوترات اللي المفروض إنه بقى في مراحل متقدمة جداً. وقال إيلون ماسك في لقاء مع وول ستريت جورنال إن الشرايح مش هيكون فيها أي خطر على صحة الإنسان ولا حتى في المستقبل، والشركة هدفها إنها تحقق درجة من التعايش بين البشر والذكاء الصناعي. والغريب إن بعد ما وافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية إنهم يبدأوا يعملوا الاختبارات على البشر، في نفس الوقت اللي بيحققوا فيه مع الشركة بسبب احتمال إن الشريحة هتتسبب في أمراض خطيرة لما يجوا يفصلوها من الدماغ. وأنا مش عارف بصراحة مين اللي هيروح يجرب ده، ما صدقش إن أي حد عاقل ممكن يرضى إن حد يجرب في مخه أو عقله، وخصوصا إن المشروع ده اللي هو مشروع شريحة المخ أسوأ المشاريع الأخلاقية لعدم احترام الإنسان، يحسسك إن الإنسان ناقص مواصفات معينة،
إيلون ماسك أصلا شخص مش بيؤمن بوجود إله، مبادئه قايمة على العلم بس، وجسم الإنسان بالنسبة ليه بيزنس، وإيلون عايز يطور البيزنس ده. إيلون ماسك بيتكلم على حاجة في الخيال، كل لما يتخيل حاجة يبقى عاوز يحقق، وبما إن ده خيال فالعقل البشري ما يقبلش كده، عشان كده اتعرض لانتقادات كتيرة من العلماء لأنهم ما تخيلوش زي ما هو تخيل. فهل هينجح إيلون ماسك في تحويل الخيال ده الحقيقة؟ الله أعلم. هو بيقول إن الخيال ممكن فعلا يبقى حقيقة، هي بس مسألة وقت. من 100 سنة لو حد كان قالك إن حاجة قد كف الإيد تقدر بيها تتواصل مع أي حد في العالم، أكيد كنت هتقول عليه مجنون وإن ده مجرد خيال. بس الخيال ده تحول لحقيقة لما ظهر التليفون المحمول. واشوفك يا صاحبي في الحلقة اللي جاية، وتأكد ان هي هتبقى احلى من اللي فاتت. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه اشترك في القناة واضغط لايك، وشاركني برأيك في الكومنتات، ولو في موضوع عايزنا اتكلم فيه قولهولي يا ريت، وسلام.